تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية. رحب بكم مستمعينا جميعا وكل من ينضم إلينا عبر برنامجنا الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأحب أني أرحب بفريق العمل اليوم في التنسيق والمتابعة، معاي الأخت ميرة المري، صباح الخير أختي ميرة. وفي الإعداد يوسف سعد، صبحك الله بالخير أخوي يوسف. ومخرجنا المبدع أيمن سرحيل، صباح الخير أخوي أيمن. ومحدثكم عبد الله جمعة. أحب أني أعزائي المستمعين أذكر بأرقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. وكما عودناكم مستمعينا الأعزاء بدعوتكم بالتواصل معنا ومناقشتنا بأي موضوع أو قضايا صحية وآراء على الهواء مباشرة. بنخليكم الحين مع الدكتورة ندى وفقرة السوشيال ميديا. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، صباحكم أحد يحبه كل أحد. أول يوم في الأسبوع إن شاء الله يكون أسبوع جميل وإيجابي، أهم شيء نبتدي بابتسامة وبإيجابية. قبل ما نروح فقرة السوشيال ميديا، الظهر أسمى بعدها مشغولة يا عبد الله، رح ناخذ التغذية. لا لا رح ناخذ التغذية أولا. رح يكون معانا الأستاذة سهير محمود، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، بتكلمنا عن فقرة وايد مهمة وهي قراءة بطاقة البيانات الغذائية. يعني البطاقة اللي تكون موجودة على كل المنتجات، تعرفون لما تلاقون بعض الناس لما نروح السوبر ماركت ماسكين البوكس ويقرون شيء بتمعن وتحسون عمركم كانكم مو فاهمين شيء وليش يقرون، فهي رح تقولنا كيف نقرأ بطاقة البيانات الغذائية. يا صباح الورد يا سهير. صباح الخير، إن شاء الله تكونوا منيح. أهلا فيك، حياك الله في صحة وسعادة. شكرا حبيبتي، تسلمي. طبعا اليوم رح نحكي عن بطاقة البيانات الغذائية. بطاقة البيانات الغذائية هي مصدر إيضاح مهم للتعرف على المنتج الغذائي اللي قدامنا، محتوياته، صلاحيته، بلد المنشأ وغيرها. المعلومات الغذائية الهامة، لذا من الأهمية الاطلاع عليها والمطالبة بتواجدها على كل منتج غذائي نستهلكه. ممتاز. هلأ نحن بالعادة شو منلاقي على بطاقة البيانات الغذائية؟ تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية. هذا الشيء اللي معظم الناس بتطلعوا عليه. اسم المادة الغذائية مع بعض مميزاتها، بطاقة القيمة الغذائية اللي هي Nutrition Fact Label، الوزن الصافي للمحتويات، حقائق ومعلومات غذائية، قائمة المحتويات، وبالعادة بتكون مرتبة من المحتوى اللي هو نسبته أعلى عن باقي المحتويات. مثلا لو أنت عم تشتري عصير، أول شيء حتلاقي المي هي أكثر يعني نسبة أكثر محتوى موجود بالمنتج اللي أنت عم تشتريه، إذا مثلا عم تشتري عصير. تعليمات التخزين وأيضا تحذيرات عن الحساسية، فهذا الشيء بالعادي بهم الناس اللي عندها الجلوتين سنسيتيفيتي، يعني حساسية للجلوتين اللي هو بروتين الخبز والراي والبارلي. هلا نحن كيف بدنا نقرأ مثلا بطاقة القيمة الغذائية؟ أول شيء بنطلع على السيرفينج سايز، مثلا خلينا نقول المنتج فيه 114 جرام. هني بيقولوا لنا إنه الحصة هي عبارة عن نص كوب، والمنتج فيه أربع حصص، فيعني 114 جرام بنقسمها على أربعة لحتى نعرف نحن قديش عنا الحصة الغذائية الوحدة كم جرام. ممتاز. لكن هنا بيكونوا مثلا مرات كاتبين مسهلين علينا أنه هو عبارة عن نص كوب. فبكونوا مثلا بالعادة كاتبين كمية السعرات الحرارية، كمية الدهون، كمية السعرات الحرارية من الدهون المشبعة، قديش عنا كوليسترول، صوديوم، نشويات، الياف، سكريات وبروتين. وفي بعض المنتجات مثلا عندك زي السيريا اللي هن الحبوب الافطار، ممكن يحطوا عليها مثلا قديش نسبه فيتامينات معينه زي الفيتامين A، D، E، A، K، كالسيوم، وات ايفر.
غير هيك في بعض الحقائق الغذائية اللي بتكون موجودة مثل الكليمز على المنتجات، مثلا بيكون في عندك كالوري فري، لو كالوري، فات فري، شوجر فري، هالأشياء. فأنا رح أحكي شوي باختصار عن دلالاتها. مثلا لما يكون في عندك منتج مكتوب عليه كالوري فري، يعني خالي من السعرات الحرارية، هذا الشيء بيعني إنه المنتج هذا بيحتوي على 5 سعرات حرارية بالحصة الواحدة، مثل مثلا عندك المشروبات الغازية اللي هي بتكون لايت أو شوجر فري، أو مثلا بيقولوا لك إنه زيرو كالوريز، هاي بيكون بيعني هالشيء إنه فيها أقل من 5 سعرات حرارية بالحصة الواحدة. هذا اعتقد من النوادر موجوده، يعني عرفوه في شيء ما في سعرات حراريه. الشيء الوحيد اللي ما فيه سعرات حراريه ديفنتلي يعني المي. المي انا اقول بس المي، غير هذا السعرات الحراريه تشي تلاقينا عم يقعدوا يحطون عليه لمبه حمراء كذي، سعرات الحراريه على الاكل الثاني. صح. ففي عندنا كمان انذر كليم اللي هي لو كالوري، هذا الشيء يعني ان المنتج بيحتوي على اقل من 40 سعره حراريه بالحصه الواحده. ممتاز. نعم، وخالي من السكر وخالي من الدهون، هذا الشيء بيعني ان المنتج بيحتوي على اقل من 0.5 جرام دهون او سكر بالحصه الواحده. قليل الدهون بيعني انه كميه الدهون ما بتزيد عن 3 جرامات في الحصه، 3 جرام بير سيرفينج. قليل الكوليسترول بيعني على انه المنتج بيحتوي على اقل من 20 ملي جرام من الكوليسترول و 2 جرام او اقل من الدهون المشبعه في الحصه الواحده. ممتاز. في عندك مثال زي الحليب المبخر قليل الكوليسترول، هذا مثال عن قليل الكوليسترول. نعم. قليل الصوديوم بيعني انه المنتج بيحتوي على اقل من 40 ملي جرام من الصوديوم بالحصه الواحده. عالي بالالياف بيعني انه المنتج يحتوي على 5 جرام او اكثر الياف من الالياف في الحصه. هلا نحن طبعا المفروض ناخذ ما بين 25 ل 35 جرام الياف خلال اليوم، هذا الشيء يترجم الى 2 ل3 حصص فاكهة و5 إلى 6 خضروات باليوم. خلينا نقول منن 2 من الخضروات النشوية زي البطاطا والذرة والجزر، و4 يكونوا من الخضروات الورقية الخضراء زي الجرجير، الخس، الخيار، هالأشياء. ممتاز. وأيضا في عنا منخفض لما يقول لك إنه مثلا لك سيفي عندك هالمنتج مكتوب عليه reduced fat، هذا الشيء بيعني أن المنتج بيحتوي على عناصر غذائية بنسبة 25% أقل من المنتج الأصلي. يعني لما أنت تجيبي مثلا الكريمة اللي بنحطها إحنا بالقهوة الصبح، في عندك بيكون كامل الدسم، في عندك منخفض، منخفض يعني بيحتوي بس 25% أقل من المنتج الأصلي. فدائما إحنا ما نروح للمنخفض، نروح اللو فات أحسن. في عندنا اللايت، اللايت لما يقولوا لك لايت بيكون مثلا المنتج بيحتوي على 3 السعرات الحرارية أو 0.5 الدهون الموجودة بالمنتج الأصلي. لما يقولوا reduced أو light بيكون عم بيقارنوه بالمنتج الأصلي. ممتاز. فبالتالي الأحسن إنه دائما نروح لقليل الدسم، قليل الدهون، قليل الكوليسترول، قليل الصوديوم. هل 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 هالنوع من الليبلين. ممتاز. فما شاء الله معناه البطاقة الغذائية ما شاء الله يعني شيء يعني مهم ان الواحد يقرأ ويتعرف عليه وكيفية قراءتها عشان الواحد يستفيد، لان في كثير من الناس يقول لك انا امشي على نظام غذائي مثلا شهور او سنة بس ما نزل وزني. لو انتبه للمعلومات المكتوبة والسعرات الحرارية للحصة الواحدة الموجودة على البطاقة الغذائية احتمال ينتبه انه يمكن قاعد ياخذ اكثر من الحصة الموصى بها، بالتالي قاعد ياخذ سعرات حرارية اكثر. Exactly. مثال على هيك عندك انه مثلا لما نحن ناخذ حليب كامل الدسم بيكون فيه نسبة دهون معينة، نسبة بروتين معينة، نسبة نشويات معينة. صح. لما انت تاخدي حليب قليل الدسم حتكون نسبة سكر الحليب زادت، نسبة الدهون قلت. صحيح. فبالتالي انت بتكوني عم تاخدي كالوريز من السكر تاع الحليب. صحيح. حتى بكون مثلا في عندك ما بكون الاحساس بالشبع اللي بيعطيك اياه كاسة حليب كامل الدسم نفس المدة الزمنية تعيد قليل الدسم. قليل الدسم رح تجوعي بسرعة لأنه فيه سكر زيادة، فالسكر بيطلع على الدم بشكل سريع وبعدين بسوي هبوط بالسكر بشكل سريع فبالتالي بتجوعي بسرعة. بينما لما تاخدي كامل الدسم، كامل الدسم بيكون فيه دهون، فالدهون بتاخد وقت لحتى تنهضم أكثر. صحيح. بتسموه جي آي ترانزيت تايم، بتضلها فترة أطول بالمعدة فبالتالي بتعطي إحساس مطول بالشبع. ممتاز. أنا شاكرة لك أستاذة سهير محمود اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بتبي هالمداخلة الجميلة عن قراءة بطاقة البيانات الغذائية. شكرا لك ونهارك سعيد. أوكي، أهلا معك. راح نروح الحين إلى فقرة اللي تحبونها كلكم، السوشيال ميديا مع أسماء. تقولنا ما هو جديد السوشيال ميديا، شو الترند، شو الجديد في وسائل التواصل الخاصة بهيئة الصحة بتبي. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم نور، تروعيك بتروع على كل المستمعين نداعة نور دبي. نتكلم شوي عن الأشياء اللي صارت خلال فترات مثل ما يسمونهم الويك إند. من ضمن الأشياء اللي نحن أعلننا عنها كان يوم العالمي للبصر.
نعم وكنا حاطين بعض الأطعمة اللي هي مفيدة للبصر مثل السمك، مثل المكسرات البقوليات، في أشياء إن الواحد لما يأكلها تكون مفيدة، لكن طبعا ما يكثر منها، كل شيء نزاد عن حده ينقلب ضده. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت الأسبوع الماضي، ما كان بس يصادف الخميس يوم الصحة النفسية، لكن أسبوع كامل كان أسبوع الصحة النفسية، الأسبوع العالمي للصحة النفسية، صحيح. وكنا نحن مشاركين بطرق تخفيف ضغط العمل أو ضغط الحياة. ما في إنسان ما توتر. عنده ضغط والتوتر، لأن ما في إنسان ما عنده ضغط أو توتر في جانب من جوانب حياته، لكن طريقة تفكيرنا أو طريقة تعاملنا مع الموضوع هو اللي يخلينا تحت هذا الضغط النفسي. بالضبط. وكنا حاطين بعض الطرق لتخفيف الضغط، الأشياء اللي يقدر يسويها، فهذه كلها كانت موجودة عندنا في حساب هيئة الصحة. أيضا هيئة الصحة أطلقت، وهي أول جهة حكومية تطلق، روبوت الموارد البشرية يقوم ب15 مهمة في خلال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، إنه هو جهاز آلي. أيضا من ضمن الأشياء فريقنا النسائي يشارك في دورة الشيخة هند الألعاب الرياضية للسيدات، وهي بتستمر حتى في 26 أكتوبر الجاري. من ضمن الأشياء اللي نحن نسويها، نحاول نحن مع وزارة الصحة وهيئة الصحة أبو ظبي في المسرعات الحكومية الاتحادية العمل على التوعية بأهمية الخدمات الصحية المقدمة للمرأة. تقريبا بشكل يومي كل حسابات التواصل الاجتماعي لكل القطاعات الصحية تنشر معلومات وعن الخدمات اللي يقدمونها، أو الخدمات، وهي كلها خدمات موحدة وموجودة في كل الدولة. أيضا من ضمن الأشياء اللي كان أيضا صادف أحد الأيام العالمية يوم السبت، تكلمنا عن هشاشة العظام. هشاشة العظام تعتبر من أحد المشاكل الصحية المتعارف أو اللي هي موجودة بكثرة عندنا في الإمارات. فكل الأشياء اللي منها، وأهم الأشياء اللي تسبب هي نقص فيتامين د. فنتمنى من كل الأشخاص أن يسوون الفحص الدوري لفيتامين د، بما أن نحن دائما نتغطى ودائما تحت المكيف ودائما نحط العاكس والمخفي وهذا كله، فنحن أكيد نحتاج فيتامين د. صحيح. أيضا يوم الأحد نحن عندنا الملحق الصحي، فاللي بيشتري البيان بيكون معه ملحق صحي في ممتاز. آخر الأبديت الموجودة في القطاع الصحي، وكذلك في معلومات وايد مهمة راح تفيدهم، منها انفوجرافيك ومقدمة بطريقة جدا جميلة. ونختمها برسالة صباحية: قبل أن تبدأ بالعمل خصص وقتا لترتيب مهامك التي عليك إنجازها، ورتب أولوياتك لهذا الأسبوع. صباح الأحد الجميل، ودمتم بصحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة يا أسماء. شكرا أسماء. الحقيقة أنا يعني من خلال متابعتي حتى في حسابات هيئة الصحة، أشكرك يعني جزيل الشكر والتقدير على يعني وضع هالنوع من المعلومات اللي تخص المتابعين، سواء يعني في موضوع الصحة النفسية أو حتى ضغوطات العمل. وأنت شخصيا حتى على حسابك يعني تكلمتي في هذا الموضوع اللي كان له يعني أثر إيجابي جدا الصراحة. كل الشكر والتقدير لك أختي أسماء. شكرا لها أسماء، ما شاء الله ما تقصر، دائما تعطينا تتحفنا بجديد وبالرسائل الإيجابية أهم شيء. نعم. نطلع فاصل يا عبد الله. نطلع فاصل وإن شاء الله وراجعين. إن شاء الله. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 6-0-0-5-5-1-4-1-4 ورسائل النصية على 4-0-0-6. طبعا ما زالت أجواء الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية سارية، خاصة أن عنوان الاحتفاء لهذا العام يحمل قضية مهمة تتصل بمضاعفات الحالة النفسية ومشكلاتها، خاصة الاكتئاب وأذى النفس وغيرها من الآثار الخطيرة. حول مجمل المشكلات النفسية ومخاطرها، يسعدنا تكون معنا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة خولة المير، استشاري الطب النفسي في مستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة خولة. صباح النور السرور، هلا والله. أهلا في دكتورة، ما شاء الله أنت غنية عن التعريف، ما شاء الله كثير من المتعاملين ويونا في المراكز يشيدون فيك ما شاء الله، وهم من مرضات في العيادة، يعطيك ألف عافية. الله يسلمك، الله يسلمك. دكتورة خولة، الأخ عبد الله معانا اليوم في الاستوديو وبيطرح عليك إن شاء الله الأسئلة، تفضل يا عبد الله. مرحبا دكتورة خولة، صباح الخير. هلا 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 هلا، صباح النور. الله يحييك، كيف حالك؟ مثل ما ذكرت الدكتورة أن أنت ما شاء الله عليك يعني مميزة في هذا الجانب، ومثل ما نعرف يعني موضوع الصحة النفسية موضوع مهم
جدا. فنبغي دكتورة من فضلك بس نبذة عن الصحة النفسية وأهميتها، وخاصة أن هناك من لا ينتبه للصحة النفسية. صحيح، أنتم ما تعرفون الصحة النفسية هي جزء لا تتجزأ من الصحة العامة ككل. نعم. وهي لها تأثيرها على كل حياة الإنسان يعني. صحيح. فإذا كان في مشكلة صحية نفسية بتأثر على حياة الإنسان ككل، جسديا اجتماعيا كل النواحي. صحيح. فهي جزء لا يتجزأ من الصحة الكاملة للإنسان. نعم. بالضبط. دكتورة أيضا يعني مثل ما ذكرتي موضوع يعني أهمية الصحة النفسية مهم جدا يعني لكل شخص، وبالأخص اللي مثلا يعني أنت ممكن توافقيني الرأي اللي عندهم الأمراض دكتورة، الأمراض المزمنة. يعني يكون موضوع يمكن يعني يغفل من هذا الجانب، ويمكن ما يستفيد من علاجه الدوائي وإذا كان عنده أي اضطرابات نفسية، فلا بد أنه يأخذ الجانب النفسي بعين الاعتبار ويهتم فيه، بحيث أنه أيضا تكون نفسيتي يعني جيدة، أنه يعني يقدر يستفيد من البرنامج العلاجي المتكامل. هو أكيد الأمراض المزمنة وحتى الأمراض الحادة يعني. نعم. إذا تم اكتشافها مبكرا وعلاجها الحمد لله النتائج تكون وايد زينة. ممتاز. فنحن نقدر نتجنب كثير من المضاعفات عن طريق الاكتشاف المبكر والعلاج. صحيح. دكتور خولة، لا يزال كثير من المرضى يعني مثل ما تفضل أخوي عبدالله يهمل أهمية أن هي خطة علاجية كاملة نفسية وعضوية، فلما يجي مثلا طبيب الأسرة أو يجي طبيب التابع عند السكري وغيره يعطي خطة علاجية وينصحها، خصوصا الناس اللي توهم مكتشفين المرض، اللي مثلا توه عندهم سكري أو حتى بسوان عندهم أمراض خبيثة، فنقول له جزء من الخطة العلاجية لازم تشوف طبيب النفسي. لكن هل تحسين لا زال الناس مثلا نقول يخافون من وصمة أنه يروح طبيب نفسي، وتحسين صار في وعي أكثر الحين في الموضوع؟ هي الوصمة العارية يعني موجودة، بس الحمد لله وايد أخاف من 20 سنة مضت. صحيح. الحين الناس صار عندها وعي أكثر بالأمراض النفسية وشو طرق العلاج المتواجدة وشو الطرق البديلة. نعم. وأن المرض النفسي مش مجرد جنون، والأدوية النفسية مش مجرد أدوية واحد بيد من عليها، لا. صحيح. فالحمد لله مع السنوات صار في وعي أكثر. دائما الناس تخاف لما نحولها على الطبيب النفسي، تقولك بيعطيني حبوب كلها ترقدني، فنعطيهم شوي مثل يقولون أبديت شو أحدث العلاجات. احنا نتوقع حتى دائما يعني الأطباء النفسي يقولون ما صارت الأدوية هي الأساس في العلاج، فخبرينا شوي عن الأبديت في الموضوع. نحن فريق متكامل يعني، نحن الفريق يكون من طبيب وأخصائي اجتماعي ومعالج نفسي. صحيح. هذا بالإضافة لإحنا إرشادات نعطيها للأسرة يعني، فهي مو بس خطة إن واحد مريض يأخذ دواء وخلاص يعني، لا، لازم الأسرة تكون متعاونة، لازم المريض روحه يكون متعاون، لازم هو يغير من أشياء في حياته عشان يوصل إن شاء الله العلاج الفعال يعني. نعم. دكتورة، مثل ما أنت تفضلتي عن أهمية الجانب النفسي سواء يعني للمريض إذا كان يعني من المراجعين اللي على العيادات الخارجية، ومثل ما ذكرنا يعني بالنسبة للمرضى اللي هم عندهم الأمراض المزمنة مثل ما تفضلت الدكتورة ندى، أنه لابد أن يأخذ الجانب النفسي كجانب مهم متكامل للعلاج المتكامل. لو تخبريني دكتورة بس الخدمات والتجهيزات اللي تتميز بها مستشفيات هيئة الصحة بدبي من أجل الصحة نفسية مميزة، شو الإجراءات اللي عندكم والخدمات المتميزة في هذا المجال؟ نحن القسم الصحة النفسية مستشفى راشد يقوم بالعديد من الخدمات، من أهمها تشخيص الأمراض النفسية وتقديم العلاج المناسب لكل حالة على حدة. هذا يتم عن طريق العيادات الخارجية أو عن طريق الأقسام الداخلية. العيادات الخارجية نغطي طبعا حالات الأطفال، حالات الكبار وكبار السن. نعم. ممتاز. الأقسام الداخلية نستقبل عن طريق الحوالي على مدى 24 ساعة حالات الطارئة والحالات اللي تحتاج الدخول الأقسام، أقسام الرجال أو النساء. ممتاز. عندنا بعد مثل ما ذكرت الدكتورة ندى أن الخدمة المجتمعية المنزلية للمرضى الكرونيك نسميهم، المرضى المزمنين اللي ما يطيعون يجون المستشفى. ممتاز. عندنا فريق يروح البيت يعطيهم العلاج أساس يقلل الانتكاسة بحدوث مرض وما يضطر المريض يدخل المستشفى مرة ثانية. ممتاز، جميل، جيد. عندنا طبعا مثل ما ذكرت بعد ما ننكر دور الأخصائيات الاجتماعيات الكلينيكيات مع المعالجين النفسيين، دورهم وايد كبير في تشخيص وتقييم الحالات وفي علاجها. بعد في بعض الحالات ما تحتاج الدواء، في بعض الحالات تحتاج بس استشارة. نعم. أو إذا عندهم مشكلة أسرية، مشكلة في النفسية، مشكلة في الدوام، تكون مجرد استشارة وخلص، ما يحتاج إنه يأخذ دواء يعني. ممتاز. فدورهم وايد كبير عندنا الأخصائيات والمعالجين النفسيين. ممتاز. عندنا طبعا خدمات التوعية
اللي احنا شغالين فيها عليها من كم من سنة. يعني القسم يقوم بخدمة توعية للمجتمع عن طريق التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في مدينة دبي، توزيع المنشورات التثقيفية عن شو الأمراض النفسية وشو الخدمات المتواجدة. ممتاز، هذه من إحدى الخدمات نقدمها بعد. ممتاز. عندنا بعد طبعا مثل ما تعرفون تدريب الأطباء المقيمين عشان نخرج الأجيال الجديدة إن شاء الله من الدكاترة النفسية. صح. ممتاز. عندك نصيحة أخيرة لمستمعينا دكتورة خولة في نهاية هذا اللقاء؟ أنا دائما أقول لك كل الناس لا يعني لا تعانون في الصمت. دائما إذا أي إنسان عنده أي مشكلة لازم يتكلم. صحيح. الإنسان يثق فيه يعني. بالضبط. لأن المساعدة هناك موجودة والمساعدة سهلة يعني. صح. وممكن حل هالمشكلة بشيء بسيط جدا. أكيد صحيح صحيح. فلا تعاني في الصمت يعني وتخلي المسألة تتفاقم مثل ما تقولي دكتورة ممكن يوصل لا سمح الله للانتحار يعني. مش الواحد يوصل نفسه لهالمرحلة يعني. بالضبط. صح. والحل وايد بسيط. صح. وما شاء الله. وأتم السرية يعني ما حد بيعرف عن أي شيء. بالضبط. من الخطة العلاجية ومن الرحلة العلاجية للمريض. وبس يتم في السرية كاملة يعني. وأنوه بعد دكتورة خولة أن حتى النوت أو الملاحظات طبيب النفسية حتى إحنا كطب أسرة ما رم ندخل على كل الملاحظات، في وايد عليها سرية يعني. صحيح. فسرية تامة تكون يعني حتى في نظام سلام نظام ملف الطبي الإلكتروني الملاحظات اللي كتبها الطبيب النفسية أنا كطب أسرة ما أرم أدخل على كلها إلا جزء بسيط جدا جدا منها عشان محافظة على السرية التامة، فما نبغى حد يخاف يقول لا الدكتور الدكتور يعالج أمي وعالج أختي وعالج ريلي، ويمكن يقول لهم ما نقدر حتى نشوف إن شو انكتب في الملاحظات. هاي السرية تامة وما حد يقدر يطلع على هالمعلومات. صحيح. أنا شاك للطبيب والمريض بس. صح. للطبيب والمريض. والهدف إن الإنسان يتعالج يعني ويرجع كإنسان عادي في المجتمع يعني. بالضبط صحيح. أنا شاكرة دكتورة خولة المير استشاري الطب النفسي في مستشفى راشد فئة الصحة بدبي هالمداخلة الجميلة عن الصحة النفسية. شكرا لك، حبتي نهارك سعيد. العفو الله يسلمك. شكرا دكتورة. شكرا ما قصرت. مع السلامة. عبد الله نقرأ المسج اللي وصلنا. في أحد المستمعين زعلان شوية منه يقول أنا ما أتذكر آخر مرة اشتريت الجريدة اليومية، يا ريت تطورون طرق الدعاية. أنا أتكلم عن الملحق الطبي لجريدة البيان. الملحق الطبي نعم. دكتورة طبعا يعني في كثير من الناس ما زالت الحقيقة يعني تحب أن تقرأ الجريدة بشكل يومي وبالأخص الفترة الورقة نفسها. أنا واحدة منهم. يعني نحن نعتبرهم هذيل الناس الكلاس ما زالت يعني. صح. يعني يحب انه يبدا يومه بـ 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 يعني فنيال قهوه وجريده الصبح. بالضبط. ولكن بخصوص موضوع الملحق ومحتوياته طبعا احنا عندنا فريق طبي متكامل يعني هو القائم باختيار المواضيع. صحيح. ترتيب المواضيع وكل موضوع له يعني اهميته وينطرح في الوقت المناسب. ممتاز. وايضا ملحق الطبي ترى جريده البيان موجود اونلاين يعني مو بس موجود كورقي ولكن موجود. نعم. ايضا اونلاين والمواضيع اللي فيه ما شاء الله متنوعة وايد. ومثل ما قال أخ عبد الله يعني في ناس إلى الآن إحنا مثلا أنا بيتنا ما تخلى الجريدة، لازم كل يوم توصل الجريدة ولازم إحنا نقرأ، نحب ملمس الورق هذا. وللحين كثير من الناس يعني ما لخص حتى بالعمر، في حد يقول لا والله كبار في السن ما يحب ما يعرفون يقرون أونلاين، في وايد صغار تلاقيهم حتى في الكوفي شوب ياسين بالجريدة، لأن هو الجريدة ترى متعة نفس الكتاب لما يكون ورقي. فإذا عندك أخي أي ملاحظات أي اقتراح للتحسين، حتى طبعا دائما يعني نتقبل أي اقتراح للتحسين، دائما نقول عبد الله أن رأي الآخر الجهة الثانية يعني هناك جهتان لنفس الموضوع، جهة نحن كموظفين اللي احنا نجهز الملحق الطبي. صح. والمتلقي، فالمتلقي دائما يكون وجهة نظر حين تكون حتى جميلة يكون فيها أشياء احنا ما ننتبه لها، فشاركونا في. صح. الملاحظات. صح. نطلع فاصل الحين يا عبد الله. نعم نطلع فاصل إن شاء الله وراجعين إن شاء الله. حاوى سعادة. أعزائنا المستمعين رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. نحب نذكركم بأرقام التواصل 600-500-1414 وفقرتنا الثانية تولي هيئة الصحة بدبي لكبار المواطنين جل اهتمامها وتحرص دائما على توفير الخدمات الطبية عالية الجودة والمدعومة بأفضل التجهيزات والقائم عليها نخبة من الأطباء وخاصة في المراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في إمارة دبي.
حول نوعية الخدمات التي توفرها الهيئة لكبار المواطنين وخاصة خدمات الطب العظام. يدور اليوم حديثنا إن شاء الله مع الدكتورة العنود الشعالي، أخصائي وحدة الرعاية المسنين في المراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. مرحبا بك الدكتورة معنا. هلا مرحبا. الله يحييك. أرحب بيك ورحب أخواننا المستمعين. وبمناسبة اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، راح يكون محورنا اليوم إن شاء الله عن مرض الهشاشة، وبنتكلم بشكل مفصل عن الخدمات اللي نوفرها في هيئة الصحة بدبي لمرض هشاشة العظام. نعم دكتورة، من فضلك لو تعطينا لمحة عن نوعية الخدمات المتكاملة اللي توفرها هيئة الصحة لكبار المواطنين. إذا بنبدأ بالخدمات كاملة، نحن عندنا عيادات تخصصية لكبار المواطنين، عيادات كبار السن اللي هي متوفرة في 5 مراكز صحية. نعم. عندنا عيادة الذاكرة والخرف لكبار المواطنين، عندنا عيادة الحشاشة، وعندنا عيادة التأهيل والسقوط بعد ما توفر في مركز ند الحمر، وعندنا برنامج الزيارات المنزلية اللي نقوم به بزيارة المريض طريحي الفراش في منازلهم. نعم، أيضا طبعا من خلال الخدمات المتميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي لهاي الفئة اللي هم فئة المسنين أو الكبار المواطنين، أكيد هناك في تجهيزات يعني خاصة لهاي الفئة. دكتورة لو تخبرينا عن هاي التجهيزات المتوفرة في المراكز عندكم وخدمتهم من فضلك. طبعا نحن عندنا الفريق متكامل من أخصائي طب المسنين، عندنا الممرضات المتخصصات في طب المسنين، بالإضافة عندنا أخصائية علاج طبيعي، وعندنا الخدمة هاي متوفرة بعد للمسنين في مراكز الرعاية الصحية الأولية. يعني نحن عندنا فريق متكامل، ما يشمل بس طبيب، هو طبيب مع ممرضة مع أخصائي علاج طبيعي، في حالة إذا احتاجنا أخصائيين تغذية، أخصائيين اجتماعيين، كلهم متوفرين، ونحن نشتغل كفريق لتوفير أفضل الخدمات الصحية لكبار المواطنين. نعم دكتورة شكرا، ولكن مثل ما تعرفين بأن اليوم يعني توجه هيئة الصحة بالنسبة لل يعني العلاج بواسطة فريق طبي نتائجها أفضل، فلو تخبرينا شوية، مثلا أنت تحدثتي أن العلاج يتم بواسطة فريق طبي متكامل، يعني كيف يتم إدارة حالة الإنسان هذا المسن أو المواطن في الرعاية اللي تخص يعني المسنين كفريق طبي متكامل؟ شو الخدمات اللي أنتوا تقدمونها، وشو يكون دور كل شخص أو كل عضو في الفريق؟ إذا نتكلم مثلا عن برنامج الزيارات المنزلية المتوفر لكبار المواطنين، تكون الزيارة الأولى تشمل مو بس طبيب، تشمل الطبيب وطبيب إعادة التأهيل، بالإضافة إلى الممرضة وأخصائية التغذية. كل شخص من هذا من هؤلاء الأعضاء لهم دور، كالطبيب يعرف مثلا يعرف شو المرض التاريخي للمريض. نعم. الأدوية اللي يستخدمها، أخصائية العلاج الطبيعي يشوف الحركة بالنسبة للمريض وشو أنواع العلاج الطبيعي اللي ممكن نحن نوفرها، أخصائية التغذية يشوف إذا المريض يقدر يأكل أو هو على أنابيب تغذية، وإذا كان على أنابيب تغذية فشو الأدوية أو شو التغذية اللي محتاجينها. ترى نحن لدينا أنواع مختلفة طبعا من التغذية، وتكون الممرضة سواء بالتطعيمات أو قياس الضغط والسكر والأشياء هذه اللي تكون متوفرة للمريض في منزله. نعم نعم، وأكيد طبعا دكتورة يعني هذا النوع من العلاج أكيد له يعني قبول جدا من الناس في هالفئة، وبالأخص يعني زيارات المنزلية، وهذه طبعا يعني هيئة الصحة دائما تتماشى مع استراتيجية الحكومة واستراتيجية الهيئة، وأيضا توجه صاحب السمو الشيخ محمد أن نحن اليوم لازم نوصل المتعاملين إلى بيوتهم. فالحقيقة يعني تشكرون جدا على هاي النوع من الخدمات، وبالأخص الفئة هاي اللي عليها اهتمام كبير من سيدي صاحب بسمو الشيخ محمد. دكتورة لو تحدثينا في يعني شو هو الجديد في موضوع طب المسنين والعناية بهم؟ حاليا نحن في هيئة الصحة مدخلين التطبب عن بعد، نظام التطبب عن بعد اللي هو عن طريق التليميديسن، من حيث ان المريض يروم يشوف الطبيب وين اذا احتاج استشارة او شيء عن طريق الممرضة، فالممرضة تكون عند المريض، مثلا اذا شافت شيء يحتاج استشارة من الطبيب، المريض مباشرة تقوم بالاتصال بالطبيب ويشوفه عن طريق الجهاز ويكلم المريض الطبيب في نفس الوقت. نعم
ممتاز. دكتورة عنود، لو ممكن نعرف المستمعين بآلية الحصول على موعد في عيادات رعاية المسنين والتخصصات المختلفة اللي أنت تفضلتي فيها، ومن المفروض يحصل على الخدمة؟ في بعض المتعاملين عنده مفهوم خاطئ أنه بما أن فوق 60 لازم أتابع في عيادة رعاية كبار السن، فشو رأيك في الموضوع وشو من المفروض يحصل على الموعد في هالعيادات؟ لا طبعا، هو مو كل مريض فوق 60 سنة المفروض يكون يتابع مع كبار السن، لأن أطباء الأسرة ما شاء الله عليهم منقصين في خدمات الرعاية الصحية الأولية، موفرين كل شيء للمواطنين من كبار السن أو سواء المراجعين من كبار السن، بس هي فئة معينة اللي يشتكون من أمراض معينة مثل مرض الاكتئاب، مرض الرعاش، يكون عندهم مثلا عندهم على أنابيب سواء للتنفس سواء أنابيب للتغذية، يعانون مثلا من الزهايمر، أمراض الزهايمر، في أمراض معينة هم هايلة اللي المفروض على طبيب الأسرة أنه يراجع يحولهم للعيادات التخصصية اللي متوفرة في الرعاية الصحية الأولية. ممتاز. دكتورة عنود، شو تشوفين أكثر الأمراض شيوعا عندنا في المنطقة في الإمارات اللي تصيب كبار السن؟ إذا جينا نتكلم عن الأمراض كلها، في أمراض مزمنة أصلاً تكون موجودة عند المريض قبل ما يوصل مرحلة 60 سنة، مثل أمراض الضغط، أمراض السكر، هذه الأمراض تكون يعني مصافيها من عمر 40 أو 45، صحيح، وتكون أمراض مزمنة فتكون موجودة بعد في عمر 60 وما فوق، مثل أمراض السكر، أمراض الضغط، أمراض القلب. بس في أمراض تخص هذه الفئة بشكل أكثر اللي نحن نفحص لها يشخص لها، أو مثل الفحص المبكر، مثل أمراض هشاشة العظام اللي تكون مثلا بعد عمر 60 أو بعد عمر 55، عندنا أمراض الذاكرة اللي هي الخرف، عندنا أمراض الرعاش، هذه الأمراض الباركنسون، هذه كل الأشياء اللي تكون مثلا بعد عمر 60 تبدأ بالظهور، بالإضافة إلى الاكتئاب لأن تكون نسبة كبيرة من المسنين بما أنهم يبدون يفقدون مثلا أزواجهم أو زوجاتهم، أهلهم، أقاربهم، أصدقائهم، فيتعرضون لمرحلة الاكتئاب. نعم دكتورة، أيضا هني من الأمور اللي يعني مثل ما ذكرت الدكتورة ندى، أن من الأمراض اللي كثير يعني ما يصيب الكبار المواطنين أو الكبار السن اللي هي هشاشة العظام. ودكتورة أنتم طبعا في مراكز الرعاية الصحية الأولية أكيد عندكم برامج توعوية للحد من هذا، للحد أنه يوصل الشخص إلى موضوع يعني هشاشة العظام. لو تخبرينا بس شو البرامج اللي عندكم التوعوية بما يخص موضوع هشاشة العظام، واللي الفئة العمرية هاي اللي نحن نتكلم عنها اليوم. إذا بنعرف مرض هشاشة العظام للأخوة المستمعين، شو هو مرض الهشاشة؟ نحن بشكل مبسط نقول الهشاشة عبارة عن انخفاض في كثافة العظام، هذا يؤدي إلى ضعف العظام وسهولة كسرها، هذا بشكل مبسط لتعريف هشاشة العظام. نحن عندنا عيادتين لهشاشة العظام متوفرين في مركز المنزل الصحي ومركز البرشة، تقريبا نحن عندنا 5 عيادات في الأسبوع، يعني أسبوعيا في عيادة تكون متوفرة. والتحويل لهالعيادات يكون عن طريق طبيب الأسرة، أي مريض فوق سن 50 أو 55 ممكن يذهب إلى طبيب الأسرة، وفي فحص مبدئي عبارة عن أسئلة معينة يقوم طبيب الأسرة بسؤال المريض، مثل التاريخ المرضي، العامل الوراثي، العمر، بعض الأمراض المزمنة، الأدوية اللي ياخذها إذا لا سمح الله من قبل استوى الكسر. إذا في إجابة من هالإجابات كانت بنعم، يقوم طبيب الأسرة بتحويل المريض إلى عيادة الهشاشة. وهناك في عيادة الهشاشة يكون عندنا جهاز الدكسة اللي هو يفحص كثافة العظم عن طريق الأشعة، ونقوم بتشخيص المريض بعد هذا الكشف. ممتاز. شكرا للدكتورة العنود الشعالي، أخصائي وحدة رعاية المسنين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ونتمنى الصحة والسلامة إن شاء الله لكبار المواطنين عندنا في الدولة إن شاء الله. شكرا لك ونهارك سعيد. حياكم الله. حياك الله. تزامنا أو تماشيا مع موضوع كبار المواطنين والأمراض تصيب كبار السن، دراستنا مالت اليوم تقول العلماء يقولون أن يمكن علاج مرض الزهايمر باستخدام علاج يقضي على خلايا ينتجها الجهاز المناعي. وجدت الدراسات التي أجريت على الفئران أن الخلايا المسمى الخلايا الدبقية الصغيرة تقتل الخلايا العصبية في الدماغ، مما يزيد من معدل تلف الدماغ. هالدراسة سوتها جامعة واشنطن أوضحت أن قمع الخلايا الدبقية الصغيرة يمكن أن يمنع أو يؤخر ظهور مرض الزهايمر،
ومع ذلك قالت مؤسسة خيرية رائدة أن الدراسة هذه على الرغم من أنها واعدة إلا أنها تمهيدية للغاية وتحتاج الكثير من البحث. البروفيسور ديفيد هولتزمان المعد الرئيس للدراسة يقول إذا تمكننا من العثور على عقار يعمل على إلغاء تنشيط الخلايا الدبقية الصغيرة على وجه التحديد في بداية مرحلة التنكس العصبي للمرض فيكون الأمر جديرا بالتقييم على البشر. وحتى الآن البروفيسور هولتزمان يعتقد أن الخلايا الدبقية الصغيرة كانت مفيدة في إبطاء سرعة الإصابة بالخرف. طبعا عبد الله الخرف والزهايمر أحد المشاكل المحزنة ممكن نقول اللي تصيب كبار السن لأن يعني يتوقف عن عيش حياته بطريقة طبيعية يحتاج حد يرعاه طول الوقت احتمال يدخل دور رعاية مثل ما احنا نسميهم. فهذا الجزء من يعني لما الواحد يكون غير قادر على العناية بنفسه هو هذا يخليهم يعني يدخلون في مرحلة الاكتئاب لأنه يحس أنه يعني هو كان بشبابه وصحته ولما كبر يحس أنه حما يهتم بنفسه لازم في أحد حتى ممكن تكرمه يدخل الحمام يدخله يسبحه يبدله يخليه في الفراش فيفقد قدرته على ممارسة الحياة بشكل طبيعي عشان كذا نهتم وايد في مرض الزهايمر أو الخرف. نعم وأيضا دكتورة مثل ما ذكرتي مثل ما ذكرت المقالة أن هناك كثير من الأشياء ممكن الواحد يعني يمارسها في حياته اليومية سواء يعني مثلا في هناك بعض المكسرات أو بعض الأكلات اللي تنشط هذا الجانب من الموضوع وأيضا هناك النشاط البدني اللي نحن دائما أو المختصين في هذا المجال ينصحون فئة عمرية من الناس أنه مفروض أنه يبدأ يمارس هاي الأنواع أو يغير نمط حياته بحيث أنه يعني مثلا يأخر موضوع الزهايمر ويأخر موضوع الأمور هاي اللي توصل فيها وقتها يعني بالضبط. وفي كثير من الناس يستغربون يعني يقولون لما نقول لهم احنا عشان تقللون من خطر اصابه الزهايمر سووا تمارين للدماغ الناس يقولوا كيف اسوي تمارين للدماغ ببساطه اكتشفوا العلماء ان لا ما نهز راسنا يا ايمن لا مو بهزه الراس تمارين للدماغ معناها شو اكتشفت الدراسات ان الناس اللي بالعاده ما تصيبها الزهايمر لما ما تكون تشتغل يعني عقب سن التقاعد بالعاده تصيبها الزهايمر ليش لانه يوقف عقلهم عن العمل بنفس الطريقه يمكنوا يشتغلون تعرفين احنا نشتغل نسوي عمليات حسابيه ونفكر فيتم المخ نشط طول الوقت بينما عقب ما الناس تتقاعد خلاص يستوي مخهم اهدى اسكن. ففي واحده من الدراسات كانت تقول ان الواحد لازم حتى بعد التقاعد بعد ما يخلص خلاص ما عنده شغل يمارس عمليات حسابيه مصغره يعني الضرب القسمه الطرح هذه عشان يخلي مخه نشط بالتالي يخف من خطر الاصابه يعني. طبعا هذه كلها عباره عن نقول يعني ما في شيء 100% هي كلها عباره عن اقتراحات او كلها عباره عن اجتهادات او دراسات سووها عشان تقليل خطر الاصابه بمرض الزهايمر. والعالم الحين كله يعني عنده مرض الزهايمر شيء كبير مثل ما قلت لك اخوي عبد الله لانه ياثر على حياه الانسان. ف عندنا مكالمه عبد الله ناخذ المكالمه منو معنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام مرحبا اخوي صبحك الله بالخير اخوي النور والسرور الله يحييك كيف حالك؟ حياتي للدكتور الله يبارك فيك. تعرف باسمك الغالي؟ راشد بن عبد الله من الشارجه. والنعم اخوي راشد كيف حالك؟ نعم حالك. اول شيء طال عمرك مثل ما بديت في بدايتك انت نعم فعلا اذاعه راقيه واذاعه ما شاء الله ما عليك صوت. شكرا ما عليك صوت الغالي اخوي راشد. طال عمرك انا عندي سؤال دكتوره. نعم عندي طفل انا عمره 10 شهور تقريبا كل يوم تفرش اسنانه بمعجون تقول لي هذا معجون صيدلي مال اطفال لكن يبلعه فما ادري هل في هذا شيء خطر خطوره او حاجه. 10 شهور عمره ولا 10 سنين؟ 10 شهور اسنانه ما عنده ضروس حليله يمكن ضرس ولا ضرسين صح؟ لا لا طالعات الا ما شاء الله ما شاء الله زين. انزين اخوي ان شاء الله تسمع الجواب ولا يهمك. شكرا اختي. شكرا لك نهارك سعيد. طبعا مسألة تفريش الأسنان وبلع المعجون هذه معضلة يومية عند الأمهات. أنا بنفسي معجون الأسنان ما يكمل عندي أسبوع نص ربع عيالي يأكلونه ربع على الفرشاة ثلاثة أرباع على الأرض أو يبلعونه. طبعا بلع معجون الأسنان ما بنقول خطر لكن ما يفضل يبلعونه طبعا لأن خصوصا الكميات اللي يبلعها الطفل ممكن تكون كبيرة. دائما كم الكمية أصلا ما تنحط على فرشات الأسنان وفي عمر 10 شهور يعني
الكمية للأطفال بالعادة تكون نص بازلة خضراء. شفتوا البازلة الخضراء الصغيرة هاي؟ صح يا أيمن، نصها فقط. يعني لا، هذا دعايات معجون الأسنان. شوف عبد الله لما يحطون معجون كامل على الفرشاة والمعجون شريقة، هذا خطأ، مفروض ما يسوي شيء. فنص نص البازلة الخضراء يا أيمن، فنص البازلة الخضراء فقط. ولازم لين عمر تقريبا 7 سنوات إلى 8 سنوات أنتوا تفرشون للطفل. لا تخلون روحه يتولى الموضوع، يعني مع هو يستفرد هو المعجون، ما راح كمان عندكم المعجون راح يبلع 3/4، ممكن تلاقون في جزء في شعره أو غيره. فحماية للموارد وعشان عيالكم ما يشربون ما يأكلون المعجون، فحطوا نصف بازلة خضراء فقط ونفرش أسنان. نعود الطفل على سبب تفريش الأسنان. عندنا مكالمة إيمان ولا ما في؟ أوكي، عشان بمسألة تفريش الأسنان، في كثير من الأمهات عندهم فكرة مغلوطة إن ما دام الطفل صغير مو لازم أبدل فرشاته كل 3 شهور. لا لازم. وأنا بالنسبة لي عند الأطفال صراحة كل شهر. ليش؟ لأن الفرشاة 3/4 الوقت طايحة على الأرض، فهالبكتيريا مالت التكرمون الحمام كله على فراش اليهال. انا عن نفسي ابدلها شهريا للطفل، لان الطفل مو مثل فراشين انت بتحافظين عليها وبتحطينها، فلازم تتبدل. رقم واحد. رقم اثنين، لازم ننتبه مثل ما قلنا لكميه معجون الاسنان. ثالث شيء، لو ما تشكون يقول الطفل ما يحب يفرش، طبيعي ما بيحب يفرش. انتو خلوا وقت التفريش وقت ممتع شوي للطفل، يعني مثلا سووا كلعبة، شجعوه من العمر الصغير. احنا للأسف دائما نبتدي مع عيالنا في معظم الأمهات على عمر وايد متأخر، يعني ما يبتدي يفرش أسنان العمر 3-4 سنوات، عودوه من العمر الصغير. وانا صراحة أهني المستمع براشد، قال اسمه هي نعم الأخ راشد، راشد انه من عمر 10 شهور ما شاء الله حريصين ان الطفل يفرش أسنانه. هذه عبارة عن طباع ترى نزرعها في عيالنا. أي شيء نباعي يعني يتعودون عليه لما هم كبار نبتدي وهم صغار، عشان صحيح. يثبت في مخهم إن هذه عادة صحية سليمة. صحيح. وأيضا بتكون دكتورة هي بتكون ثقافة يعني موجودة عند الجميع. في مسج عشان علاج الزهايمر، ليش ما تقرأ المسج يا عبد الله؟ علاج الزهايمر في العمر 60، الزواج والله علاج يرد النشاط والحياة مرة ثانية. طلعوا رقمة هذا، خلينا نقول على هوا، بس بنقول آخر 4 أرقام. الزواج والله يعني شو بنقول؟ ما بنقول الحين. وصلنا على السريع. بس السلام عليكم، والدي 80 سنة لديه رعاش في الكفين فقط، هل هناك حل أو علاج؟ هناك أسباب مختلفة للرعاش في هذا العمر. أنصحكم تشوفون أولا طبيب الأسرة اللي يحولكم عن طب كبار السن. لا تهملونه أنه عادي وكل الناس عندهم. ما في شيء اسمه عادي، دائما أقول ما في شيء اسمه عادي وكل الناس عنده، معنا إحنا عادي عندنا. لازم تحصلون على تشخيص طبي. إذا الدكتور قال هذا بتأثير العمر وما له علاج، هذا شيء ثاني، لكن شوفوا طبيب الأسرة وتحولوا على طب كبار السن. احنا وصلنا نهاية البرنامج يا عبد الله، شو نقول مستمعينا في نهاية البرنامج؟ مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم. أحب أني أشكر فريق العمل الإعلامي في إذاعة نور دبي، وأيضا الفريق العمل الإعلامي في هيئة الصحة بدبي، وطبعا مخرجنا المبدع اللي موجود في الاستديو. فإلى أن نلتقي معكم إن شاء الله غدا، إلى ذلك الحين وفقنا الله جميعا. شكرا لدكتورة طبعا، شكرا على دعمك. إلى اللقاء، ودمتم بصحة وسعادة. دمتم صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.